وشوف الخير لولادك معكم شي مرشح هنا وشوف الخير لولادك الرئيس قاع هما اللي قدام ويا هادي أرضوان جيت هاد كنت قلنا البرنامج ديالكم الانتخابي على مستوى اقليم جراده كاين مجموعه من الامور ممكن تعرفنا بعدا بنفسك رضوان بوبطايا حزب الاصاله والمعاصره اقليم جراده على مستوى اقليم جراده كاين تاخر على مستوى التنميه ما شاء الله باذن الله من الاولويات ديالنا هو التشغيل والاستمرار في البنيه التحتيه ان شاء الله وخلق فرص الشغل للشباب ديالنا وخلق مراكز ان شاء الله للتكوين ومؤسسات اللي غتقدر تخلق لنا ان شاء الله فرص 36 سنه تبارك الله محاسب خبير اكسبير كونطاب مكون بكندا هذه 8 سنين انا هنا في المغرب ولاحظنا انه يجب ضخ دماء جديده في المشهد السياسي والتحقنا بحزب الاصاله والمعاصره ان شاء الله مرشحين انتخابات الشرعيه ان شاء الله مالك اكرم جراح شكرا سي بوقطايا امين Oh, this is... Oh, this is...